تظهر ملامحه واضحه عندما يجف الماء وينحسر عن منطقه ما فيترك اثارا سلبيه على خصوبة الارض لا تزول الا بزوال اسباب وجوده. انه التصحر الذي بدا يزحف الى معظم اراضي محافظه القادسيه بسبب موجات الجفاف وشح الامطار والاهمال الحكومي لقطاع مهم للغايه الا وهو قطاع الزراعه. وتتباين اراء سكان مدينه الديوانيه بشان ابرز الاسباب التي ادت الى تفاقم ظاهره التصحر وبوار مساحات زراعيه واسعه اولا قله الامطار مطر ماكو بالعراق وبالمنطقه مما ادى الى جفاف التربه ولم يخف سكان الديوانيه امتعاضهم من الموقف الحكومي تجاه تصحر الاراضي المتصاعد إذ حمل السكان السلطات الحكومية مسؤولية ما آلت إليه حال الأراضي الزراعية في المحافظة جراء التصحر سياسة العراق اللي موجودة الآن سياسة ضعيفة جعلت من العراق دولة منهارة تتحكم بمقدراتها المائية ومقدراتها الاقتصادية الدول المجاورة مما سبب أذية للشعب وخصوصا القطاع الزراعي يعني القطاع الزراعي قطاع انهار هي المياه احتياطه قليله وها كله صوت اسلوب الدوله يعني دولة من اول مره اشتغلت بالسدود وحفظت المياه كان ماي ما راح كان ظل عندنا بلا سيش احنا كلها شحه مياه القاع حاره كلش بينما طالب اخرون بحلول عاجله لازمه جفاف الاراضي الزراعيه على امل اتخاذ اجراءات طويله الامد لانقاذ ما يمكن انقاذه من اراضي محافظه القادسيه نطالب كرن الانهور توفير الكهرباء لل للمزارع حتى يوفر الماء لان ماكو هسه ما, ما الماء يوصل الماء الا الكهرباء، الكهرباء ماكو ما وبجانب اسباب التصحر يؤكد مسؤولون حكوميون عدم وجود خطه زراعيه في المحافظه لهذا العام الجفاف اللي صاب الانهر زاد نسبه التصحر في مدينه الديواني مما جعل الاراضي الصالحه للزراعه في الوقت الحاضر هي غير مزروعه ناهيك عن عدم وجود خطه زراعيه اصلا هذا العام لمدينه الديوانيه بما معنى ان هذه المدينه تعاني معاناه كبيره لعده اسباب، اولا لعدم وجود مشاريع حقيقيه لمعالجه التصحر، الثاني عدم وجود كميه مياه كافيه لمعالجه التصحر. التصحر يجتاح محافظه القادسيه بسبب قله الامطار وانخفاض مناسيب مياه نهر الفرات لكثره السدود على النهر وعدم تخزين المياه الجوفيه. اسباب اضافت عبئا اخر لاعباء السكان المتزايده بسبب الفساد والاهمال الحكوميين